شكرا سيدة النائبة المحترمة، ومن خلالك أشكر فريقكم محترم. بغيت باش نوضح بأنه المكتب الوطني للمطارات وضع خطة استراتيجية جديدة للفترة ما بين 2021 و2025. تهدف هذه الخطة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات والابتكار في الخدمات والبنية التحتية من أجل تحقيق نمو مستدام وتشجيع التميز الميداني والبيئي وتنمية رأس المال البشري. وهذا الشيء كل شيء كيتماشى في إطار البرنامج والتوجيهات الملكية والورش الكبير الذي ينتظر المغاربة جميعا، وهو مونديال 2030 كأس العالم، اللي بطبيعة الحال مجند له الحكومة ومجند له جميع القطاعات. وبطبيعة الحال قطاع النقل عنده دور كبير، سواء لا فيما يخص السكك الحديدية ولا في المطارات اللي هو موضوع السؤال ديالكم، واللي غادي يكون توسيع ديال كل المطارات اللي مفروض أنها تستوعب واحد العدد ديال المسافرين جدد، منها محطة جوية جديدة بمطار الناظور العروي، محطة جديدة للرحلة الداخلية بمنطقة جديدة بمطار دولي دار البيضاء، إعادة تهيئة محطة واحد لمطار طنجة بن بطوطة، تمديد وتأهيل مدرج طيران بمطار تطوان، وانطلاق بناء محطة جوية جديدة، تمديد وتأهيل مدرج بمطار الحسيمة، محطة جديدة للطيران بالداخلة، مواصلة محطة الجوية الجديدة لمطار رباط سلا، وكذلك مطار مراكش الذي يشهد ازدحاما كثيرا نظرا للطلب الكبير على هذه الوجهة. كما يعمل المكتب على استكمال إنجاز عدد من التحسينات واللي هي كتدخل في برنامج كويك وينز. باقي السيد شكرا.